بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة بعنوان The Helical Spring Dynamic Case أو البندول الزنبوركي الحالة الديناميكية. في هذه التجربة سنقوم بقياس الزمن الدوري كدالة في الكتلة المعلقة وبالتالي حساب ثابت الزنبوركي. الأدوات المطلوبة: زنبورك معلق رأسيا في حامل، كتل عيارية وساعة إيقاف. الزنبرك عادة ما بيكون في شكل اسطواني، بيتكون من عدة حلقات مترصة حلزونية متتالية أو متوالية. عند تعليق كتلة في نهاية زنبرك معلق رأسيا وسحب هذه الكتلة مسافة صغيرة لأسفل، فعند تلك هذه الكتلة فإنها تتأرجح أعلى وأسفل وضع الاتزان أو موضع اتزانها تحت تأثير حركة تسمى الحركة التوافقية البسيطة السمبل هارمونيك موشن. دائما تتحرك الكتلة في اتجاه وضع الاتزان، اتجاه وضع الاتزان، أي أن هناك قوة تقوم بإرجاعها في وضعين في وضع اتجاه وضع الاتزان، تسمى القوة المرجعة أو restoring force، والتي تعمل على إرجاع الكتلة دائما في اتجاه وضع مين؟ وضع الاتزان. ومن المعروف أن قانون هوك أن القوى المرجعة الريستورنج فورس تؤثر على الزنبرك وتتناسب تناسبا طرديا مع مقدار الإزاحة إكس التي تحدثها هذه الكتلة المعلقة. يبقى الريستورنج فورس يتناسب مع مقدار الإزاحة إكس، يبقى نشيل علامة التناسب، يبقى إذا الريستورنج فورس بتساوي وثابت التناسب اللي هو الكي في الاكس. طبعا الاشاره السالبه بتدل على ان القوى المرجعه دائما في اتجاه عكس اتجاه الحركه، حركه الكتله المعلقه، والكي ثابت الزنبرك او ثابت القوه للزنبرك او ثابت هوك للزنبرك. الحاله اللي عندنا شباب بتاعت الزنبرك لو طبقنا عليها قانون نيوتن الثاني ان الريستورنج فورس بتساوي الام في الايه، حيث الام كتله الكتله المعلقه والايه تسارع الكتله، تسارع الحركه لهذه الكتله، يبقى اذا الام ايه، يبقى الريستورنج فورس بتساوي الام ايه وبتساوي سالب الكي اكس في العلاقه السابقه. يبقى اذا الام ايه بتساوي سالب كي اكس، يبقى اذا الام ايه ناقص كي اكس بتساوي زيرو. وحيث ان التسارع اللي مرموز برمز A هو المشتقة الثانية للإزاحة، المشتقة الثانية للإزاحة، لأن المشتقة الأولى عبارة عن السرعة، والمشتقة الثانية عبارة عن المشتقة الأولى للموضع X هو عبارة عن السرعة، يعني ال V تساوي دي X على دي T، والمشتقة الثانية اللي هي ال A تسارع بيساوي دي تربيع X على دي T. يبقى إذن دي تربيع إكس على دي تي تربيع زائد الكي على إم في الإكس بيساوي زيرو، لأن أخدت المعادلة دي وعملت إيه؟ عوضت بالإيه بالمشتقة الثانية للإكس وقسمت على إم، وقسمت على إم. يبقى إذن المعادلة هتكون في الصورة دي تربيع إكس على دي تربيع تي على دي تربيع زائد كي على ام مضروبة في الاكس بيساوي صفر. المعادلة دي عبارة عن معادلة تعبر عن حركة جسم يتحرك بحركة توافقية بسيطة. هذه المعادلة تأخذ الصورة العامة دي تربيع اكس على دي تي تربيع زائد اوميجا تربيع اكس بتساوي صفر، حيث الكي على ام، الكي على ام هيساوي اوميجا تربيع، الاوميجا تربيع بتساوي الكي على ام. وبالتالي زي ما احنا قلنا يا شباب ان الاوميجا تربيع بتساوي الكي على ام، والاوميجا نفسها برضو بتساوي 2 باي على تي بتربيع الطرفين، يبقى اذا التي تربيع بيساوي 4 باي تربيع ام على كي، حيث تي تربيع الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل ذبذبة كاملة أو اهتزازة كاملة أو دورة كاملة. الام الكتلة المعلقة، مقدار الكتلة المعلقة، والكي ثابت
الزنبورك أو ثابت القوة للزنبورك. برسم العلاقة البيانية ما بين تيتا بي على محور واي والإم أو الكتل المعلقة أو مقدار الكتل المعلقة على محور إكس، فإنه ينتج خط مستقيم. هذا الخط المستقيم له ميل حيث الكي اللي هو ثابت الزنبورك بيساوي 4 باي تربيع على قيمة الميل، والكي تقاس بوحدة نيوتن لكل متر. بداية نعلق الكتلة في نهاية السفلية للزنبورك المعلق رأسيا مع مراعاة إن الكتل لا تزيد عن حد المرونة لهذا الزنبورك، لأن لو زادت عن حد المرونة هيحدث ديفورميشن أو يحدث تشويه دائم لهذا الزنبورك. ثم نقوم بسحب الكتلة المعلقة صغيرا لأسفل مقدار إكس، ثم نترك الكرة لتتأرجح أو لتهتز حول وضع اتزانها بحركة أفقية بسيطة، ثم نقوم بعمل أو بحساب زمن 10 اهتزازة. هذا الزمن 10 اهتزازة اللي هو تي 10، ومنه نقوم بحساب الزمن الدوري اللي هو تي كابيتال، يبقى تي كابيتال بيساوي الزمن الكلي لعشر ذبذبات على 10. لو أنا عملت 20 ذبذبة أو لو حسبت زمن 20 ذبذبة هقسم على كام؟ هقسم على 20. ثم نقوم بتربيع التي تربيع، نقوم بحساب ب... 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 نقوم ثم نقوم بحساب مربع الزمن الدوري ونسجل هذه النتائج في الجدول، ونقوم بتكرار هذه الخطوات عدة مرات، ونرسم العلاقة كما أسلفنا ما بين التي تربيع على محور واي والكتلة المعلقة ام على محور سين، ثم نوجد ميل هذا الخط المستقيم ونحسب قيمة الكي من العلاقة 4 باي تربيع على قيمة سلوب نيوتن لكل متر، ونسجل النتائج في الجدول التالي. الام الكتلة المعلقة بتكون في صورة الكيلو جرام أو في بقياس الكيلو جرام، يعني أنا عندي 50 جرام، يبقى إذا 50 من 100 كيلو جرام. نحسب زمن 10 ذبذبات، ثم نقسم هذا الزمن على 10 لإيجاد قيمة الزمن الدوري، ثم نربع قيمة الزمن الدوري تي تربيع. نكرر هذا الأمر مع الكتلة وليكن 100 جرام اللي هو 1 من 10 كيلو جرام، ومع 150 جرام أو 15 من 100 جرام، وهكذا نكرر هذه التجربة عدة مرات، ونقوم برسم العلاقة ما بين التي تربيع على محور الواي والكتلة المعلقة ام على محور الاكس، ونوجد قيمة ميل الخط المستقيم الناتج، ونوجد قيمة الكي من خلال العلاقة، الكي بتساوي 4 باي تربيع على سلوب، ونتابع الفيديو المرفق. شكرا لكم.